من مطالع في القصر هم يقول انا عدو الحزب انا عدو الحزب ابو المطلع قد المطلع مو بشرط يقول بسم الله المطلع يكون بشعورك انا مثلا انا ابطيت خذيت لي فتره ما كتبت قصيده لكن جاني موضوع كلمني رجال قال خلاص تكفر خلال اقل من ساعه ولد عمي متخرج من الضباط بكبك وابي ابيات ابي بيتين بس ابي اقولها حد نصر انا واحد من الشباب متخرج من الضباط قبلها بشهر حاولت بغيت اكتب ما جالي نفس ولا كتبت عرفت لكن رجع حد قال تكفى قلت على خشم سجلت انا من رجال وظهرت مع الشباب وقعدنا في الموتر وطعنوا السوال ومسجل ليه ودق الرجال قال خلصت قلت وانتاج ما نسيتها قلت على خشمي وانا مالي نفسي اكتب وش بدعت المطلع قلت ابدع المطلع واغلق واقول القاف شاب كيف شاب القاف خلاص دق القاف خلاص ما عاد في مفردات قلت ابدع المطلع واغلق واقول القاف شاب والله ما ادري وش ابدي من اللي في الضمير يا رفيقي وابن عمي ويا دم مثل جناب المشاعر كانها البوش لا صح النذير ودي ابارك وهني وضيعت الخطاب الو من لام مثلي لقال اليوم غير يا محمد شاش راسي وطولت السحاب لين عانقت الثريا وحثيت المسير رحت ادور الليماني وعينت الشهاب قلت وين سهيل واخوه قال العلم خير علقت في منكب القرن فكاك الرقاب سلام سلام الله هاي والله هذه 10 دقائق ما شاء الله تبارك الرحمن وش البيت الاخير لقيت في منكب القرن يا محمد شاش راسي وطولت السحاب لين عانقت الثريا وحثيت المسير رحت ادور الليماني وعينت الشهاب قلت وين سهيل واخوه قال العلم خير علقت في منكب القرن فكاك الرقاب ستر منسوع الذواب ما هذا النجم صح لسانك هذه 10 دقائق ما شاء الله تبارك الرحمن طيب انتم نايف